بعد التبني القرار ووصل عدد القتلى إلى ما يقارب 1000، إن هذا إن ما يحدث يعيق توصول كل أدوات الإغاثة إلى الغوطة الشرقية، إن قوافل الإغاثة لم تكن آمنة على الإطلاق. يدعو هذا القرار إلى كل الأطراف لرفع الحصار في كل الأماكن حول الغوطة الشرقية، سواء اليرموك أو أي ولم يتم رفع أي حصار. كما أنه القرار يقضي ب خروج الحالات المرضية الحرجة، إلا أنه لم يخرج أي حالة، وسأعود إلى هذا لاحقا أيضا. كما أكد القرار على أنه لا بد أن يكون هناك قرار من السلطات السورية لكي تتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين. وأنا أوجه هنا خاطر كل من له صلة بهذا الموضوع أن يلتزم بتلك القوانين، إن الخروقات الموجودة في الوقت الحالي والفشل في حماية المدنيين هو الواقع الحالي في الغوطة الشرقية. سيدي الرئيس، منذ إقرار تبني القرار 1401 ركزت أنا والسيد دمستورة على إيقاف العدائيات في الغوطة الشرقية، وكما صرحت للمجلس منذ أسبوعين أن الناس هناك يعيشون في جحيم على الأرض. وكما قلت لهذا المجلس، أقول الغوطة الشرقية هي الموقف الأكثر إلحاحا، لأنه هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله دعم خفض الصراع بشكل ملموس، وممكن أن نصل إلى شيء جيد فيه.